correct in saying, Your Excellency, you're going to speak in Arabic. ستتحدث بالعربية سيادة الوزير. Continue with your translation device. حتى إذا من أراد الاستماع إلى اللغة العربية يستطيع استخدام أجهزة الترجمة. إذن لدينا أقل من 10 دقائق، والنقطة التي أريد أن أركز عليها سيادة الوزير هو السؤال الخاص بالتعاون الدولي. لماذا يعتقد الكثيرون أنه ليس هناك حوار حول تأمين الطاقة ومعضلة الطاقة والاستمرار في الاستدامة؟ بعد الدرس المستفاد من COP27 وتمويل الدول النامية، ما الذي نحن بحاجة إلى أن نقوم به؟ كيف نستطيع تعميق التعاون الدولي وأن يكون هناك خطة للمناخ مع تأمين الطاقة في نفس الوقت؟ أتصور أن احنا يعني الفترة اللي فاتت، كم سنة اللي فاتوا، كان فيهم تحديات عالمية كبيرة، ويمكن كلنا شاهدنا التغير اللي حصل في أثناء الكوفيد-19 وبعد كده تباطؤ الأسواق، ثم الحرب الروسية الأوكرانية والأزمة العالمية. كل ده طبعا أثر على قلب الموضوع، هو إمدادات الطاقة وتأمينها. الحقيقة طبعا يمكن كانت هذه الأحداث كلها كانت كاشفة لأنه في حاجات لازم تتعمل وبالتوازي، وما كانتش جاهزة وقت هذه الأزمات، ويمكن كان من ضمنها قلة الاستثمارات اللي كانت موجهة للتحول الطاقي وتقليل الانبعاثات. وكان من نتيجة ذلك أنه مع وجود هذه الأزمات بيظهر على طول أهمية التعاون ما بين الدول لاستكمال ما ينقص من إمدادات للطاقة من الدول الأخرى علشان سد الفجوة. وفي نفس الوقت ظهر جدا أهمية وضع استثمارات كبيرة وفي التكنولوجيا من أجل التحول الطاقي، وفي نفس الوقت كمان أنه يبقى في استدامة. دي كلها لازم تتم بالتوازي، وبالتالي إحنا النهاردة وبتهيألي من خلال استضافة مصر لCOP27 والحديث الجيد اللي تم فيما يتعلق بالحوار وفرض ما يحتاجه الدول الأقل حظا والقارة الأفريقية بصفة خاصة، كانت نتيجة ذلك نجاح المؤتمر في أن هو يقرر صندوق الصندوق بتاع التعويضات. وبالتالي كانت النتيجة أنه ده أظهر كويس جدا أنه إحنا نجحنا في خلق واقع ونبتدي نتحرك في اتجاه المظبوط. ومن هنا إحنا عايزين نقول أنه كل الحلول لازم تمشي بالتوازي، وهنا لازم نحرك الحكومات مع كبرى شركات الطاقة، مع المؤسسات الدولية، مؤسسات التمويل الدولية، حتى كلها توفر التمويل اللي محتاجينه، التكنولوجيا اللازمة لهذا التطوير، وفي نفس الوقت نشتغل على الطاقة الانتقالية بتاعتنا وهو الغاز الطبيعي مع بعض الوقود الأحفوري خالي من الكربون. وإحنا بنتكلم على تقنيات خاصة بإزالة الكربون، وده شيء مهم جدا لأن إحنا لن نستطيع أن نستغنى عن الطاقة الأحفورية في يوم وليلة. فكل الحاجات دي لازم تمشي بالتوازي، وأتصور أن إحنا الحمد لله استطعنا من خلال COP27 أن إحنا نحط خريطة طريق مظبوطة، وأشقائنا بالإمارات في COP28 هيكملوا هذا المسار. شكراً.